فاس من المدن، واخا من المدن الكبرى في المغرب، ولكن هي البطاله فيها بواحد الطريقه خايبه، لا معامل لا شي حاجه زعما ديال الشباب فرص شغل ولا شي حاجه، ما كاينش المصانع شي حاجه زعما نمشيو اننا نقلبوا على الخدمه ونلقاوها ما كايناش. يعني ضروري خصها شحال من حاجه ما مأهلاش. كان بعض المدن زعما الموقين نقولوا زعما بحال هكا كازا شي شويه لقاو معامل هكا فاس والو، كتقلب ما كتلقاش. حنا من سكان مدينه فاس كنعانيو في نطاق في مجال العمل، ما كاينش نشاط، ما كاينش فرص العمل، ما كاينش معامل، ضغوطات من ارباب العمل، اجور مهزله جدا. بحال اللي كنشوفوا يعني نظر هذه الحكومه لهذا الشيء هذا والمسؤولين ديال هذه البلاد هادو، يعني الناس كلها محقوقه مهضومه من الحقوق ديالها. جميع المصانع والمعامل فات سدوا درجة الحكومه، السير ديالهم شي تسيير، ما كاينش تدبير. نقولوا حنا تدبير منطقي للمدينه، وفاس فاس كتعاني من البطاله حاده، الشباب ديالها كيضطر يخرج يبقى يجلس بزاف بزاف الحوايج بحال هكا. خلق فرص الشغل، خلق فرص الشغل من طرف الحكومه. اخويا مشكل البطاله كثير في مدينه فاس، لا معامل لا فرص شغل لا والو، مصاريف كثيره وما كاين حتى شي حاجه من غير هذا الشيء هذا. كاين غير البطاله، ما كاين لا خدمه لا والو. مشيت تخدم تيقول لك حط السي في دابا نعيطو لك، دابا نعيطو لك شي حاجه ما كاينه، ويسرى مولا ويزات وكيعاني في هذا الوقت هذايا. كنشوف انايا الموضوع ديال البطاله خصوصا بمدينه فاس، مدينه ديال 12 القرن، كتعاني من مشكل البطاله فظل غياب تنزيل دستور مقتضيات دستور 2011، وكذلك غياب الجهات المسؤوله والجهات المعنيه. عارفين السالير يعني في المغرب كامل ما زوينش، وبالخصوص فاس، يعني كتمشي تخدم مثلا في شي بوتيك ولا شي حاجه كتلقى يعني غتخدم النهار كله على واحد الاجر قليل. يعني الشاب في هذه الحاله كيتحط في واحد الحاله يعني صعيبه، كيقرر انه يجلس ولا انه يخدم ديك الخدمه. كاينه بطاله بمدينه فاس موجوده صراحه، عاوتاني مدينه فاس هي في حاجه لمشاريع تنمويه يمكن لها تنهض بالشباب، لان اللي كتلقى الاكثريه ديال الشباب في مدينه فاس كلهم تيمشيو لمدن حدا اخرين كمدينه طنجه قنيطره كازا باش يحاولوا باش يلقاو دي بوست تمايا. وتنتمناو زعما مدينه فاس تكون عندها تاهي النصيب ديالها في مشاريع وشركات اللي يمكن لهم ينهضوا بوضعيه ديال مدينه فاس. كنطالبوا بفرص العمل تكون، ويكونوا المسؤولين يردوا يشوفوا مع المدينه هذه شي شويه بعين الاعتبار. هذه تقريبا راه اكثر من 10 سنين، يعني انا راه تقريبا ملي كنت صغير وانا كنشوف البطاله، انا تقريبا انا ما قريتش نجيك صراحه، انا تقريبا خرجت من السادس، خرجت المهم القرايه ما كايناش، هذه اول حاجه. البطاله كاينه حتى هي في البلاد، الخدمه ما كايناش. بغيتي تخدم شنو انت مثلا؟ احنا قرينا ياك شنو غادي انت كتمشي؟ هما كيقيلوا كينضلوا هنايا قبالتنا الغواتات الفضيحه، ما كاين لا خدمه لا والو، يعني ما كاينش. يعني كتخرج فين تمشي تخدم؟ كارسون بشحال؟ 40 درهم في النهار. ها تخدم بالنايب 1000 ريال، واش فهمتيني؟ انت قريتي تطبسي ما غدير والو. باين الحلول راه واضحه، راه غير ما بغاتش الحكومه تطبقها انها توفر فرص شغل للمواطنين. هذه حاجه طبيعيه، كتلقى تقريبا مثلا غير مثلا في فاس بزاف ديال لي ديبلومي كتلقى عندهم دي ماستر دي ليسانس، وما كي ما كيلقاوش خدمه. اول حاجه انها توفر فرص شغل بلو ميم بلو نيفو ديال هذا، بحال بقى كتلقى شحال من واحد عنده ان ماستر كيف تفرض عليه انه يخدم بالدوك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.